السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير وعام سعيد علينا. سنة 2017 ان شاء الله حيكون عام مليء بالهنا والسرور ومليء بالسلم والسلام والامان، واحنا بنحتفل بيه منذ يومين، يوم 17 اللي هو يوم الثلاث. انا مسميه الثلاثاء السحري او الذهبي. لماذا؟ لأن من 33 سنة إحنا بدأنا، وأنا أحد هؤلاء الناس، في تأسيس الإغاثة الإسلامية في الثلاثاء 17 يناير 1984. والحمد لله إن أنا عشت 33 سنة علشان أشوف الثلاثاء 17 يناير عام 2017، وأرى هذه المنظومة التي أنشأت عمل إنساني في الغرب وفي دول أخرى، وأحدثت نهضة فكرية ثقافية إنسانية يستطيع أبناء الجاليات في الغرب من أنهم يحققوها، وحققوها، فأصبحت قادرة على تغيير المناخ الإنساني ليس فقط في المجتمعات المسلمة بل في المجتمعات عامة. نحتفل أيضا بأن الإغاثة صرفت أكثر من بليون جنيه استرليني في خلال ال 33 سنة الماضية وأكثر، وبدأت من 20 قرش لطفل صغير إلى أن أصبحت تنفق أكثر من بليون جنيه استرليني في لها المكاتب بتاعتها في اكثر من 40 دوله. ونحتفل ايضا وايضا وايضا انها افرزت قيادات من النساء والرجال استطاعت ان تعمل في كافه المحافل الدوليه والمؤسسات الدوليه من الامم المتحده والاتحاد الاوروبي ومؤسسات اخرى في كافه العواصم الغربيه والشرقيه. في يوم 17 يناير، يوم الثلاثاء 17 يناير الذي جعلني الله سبحانه وتعالى أن أشهده، هو يعتبر يوم تاريخي بالنسبة لي بعد مرور 33 عام على تأسيس هذه المسيرة. فأنا متفائل أكثر من أي عام مضى. ندخل في الموضوع. موضوع بيقول لا تكن عبدا للتكنولوجيا. احنا مؤمنين بالتكنولوجيا، بل بالعكس احنا مكلفين باننا ننمي قدراتنا وننمي مجتمعاتنا من الناحية العلمية والتكنولوجية في كافة المجالات. لكن العبودية شيء والتنمية شيء، العبودية شيء والحرية شيء. ان تستعمل التكنولوجيا من اجل مجتمعك غير ان تعملك التكنولوجيا وتضيع وقتك وتضيع حياتك. انا هضع بعض الصور البسيطة دي، صورة الانسان مننا من كم الف سنة كان بيعتمد دايما على قدراته العضلية اكثر من قدراته الذهنية. فلذلك لما كان وصف سيدنا ادم او احجمنا في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لما كلكم تخشوا الجنة قولوا آمين إن شاء الله، على هيئة سيدنا آدم عليه السلام 60 ذراعا يعني حوالي 40 متر، كانت القوة العضلية للإنسان أكثر كثير جدا من القوة العقلية الذهنية. لذلك اختلف يعني اللي قتل قابيل وهابيل، مين اللي قتل؟ قابيل قتل هابيل. لما قابيل معرفش يواري سوءة أخيه، يعني معناه إن في الوقت ده كان لسه هو في أشياء لم يكتشفها في الحياة وفق القدرة الذهنية والعقلية لها. هكذا كنا، ها اللي بعد كده هو. وكلما تطورت المجتمعات كلما ازدادت القوة العقلية وقلت القوة العضلية، وده
قد يكون شكل نافية العصر الحالي من صغر الحجم، واستطاعت القوة العقلية تكبر بالعلم والتطور المجتمعي إلى أن أصبحنا لهذا الشخص، وده ممكن يكون موجود الآن أو ممكن يكون موجود فيما بعد. كتير جدا بنجد بعض الشباب على هذه الشكل، أو قد يكون هم زي الايه طيب. كذلك تطورت كافة الوسائل في الحياة. هنا مثلا هنتكلم عن وسائل الاتصال. وسائل الاتصال عن طريق الحمام، اللي هو المراسلات في الحمام، او الدخان في بعض القبائل او الى اخره. حتى المواصلات وتطورت ايضا، من الانسان كان بيمشي على قدميه الى ان بدا يستعمل الدواب، الى ان استعملنا القطارات والسفن والعربات والمراكب الفضائية والطائرات إلى آخره إلى آخره. يعني نحن نؤمن بالتكنولوجيا إيمان لا مثيل له، ومعها من أجل إصلاح وتنمية وبناء المجتمعات. إيه هو الضرر اللي ممكن تسببه لنا التكنولوجيا؟ الضرر يقع ممن يتحكمون في صناعة التكنولوجيا. الضرر يقع ممن يتحكمون في صناعة التكنولوجيا ويحاولون التحكم في مقدرات الشعوب والأجيال عبر الأزمان. التحكم هذا هو الخطر. التكنولوجيا نفسها ليست خطر. من أجل ماذا؟ من أجل كسب مادي سريع وفرض سياسة مجتمعية جديدة على المجتمع، ثم تقسيم الشعوب وإثارة الصراعات والنزاعات ونشر ثقافات جديدة لمحاربة الأديان السماوية وغيرها من أسباب عديدة. أقولها مرة تانية، الضرر الذي يقع ليس من التكنولوجيا نفسها، لكن ممن يتحكم فيها ويحاول التحكم في مقدرات الشعوب والأجيال من أجل كسب مادي، من أجل فرض سياسة مجتمعية جديدة على المجتمع، من أجل تقسيم الشعوب وأثار الصراعات والنزاعات، ومن أجل نشر ثقافات جديدة لمحاربة القيم والأديان السماوية. ده الخطر. أما التكنولوجيا بالنسبة لنا بالعكس، هي فريضة وفردية. أضرار عبادة التكنولوجيا، إيه أضرارها؟ إن الإنسان بيفقد القدرة على التركيز، بيبقى مشتت، ها؟ خاصة التركيز إيه؟ في مجريات الأحداث حولنا. الدنيا بتتغير وانا قاعد حابس نفسي في غرفة ظلمة ساعة واثنين وخمسة وعشرة، ما بنامش بالليل. النقطة الثانية، تصبح ان هذه الوسائل التكنولوجيا بديلا لنا عن الحياة الطبيعية. ها؟ اللي بزور فيها اهلي وقرايبي واصدقائي الى اخره. واننا نستطيع ان نتغير مع سرعة معدلات التغيير بتاعها. يعني التقنية بتتغير كل يوم بسرعة تعدل سرعة استيعابنا ليها. الأمر الثاني، نتحول إلى مجتمع، من مجتمعات تحولنا التكنولوجيا أو التواصل وسائل التواصل الاجتماعي، من مجتمعات إلى أفراد يعيشون في أفق السحب التي ترسمها لنا التكنولوجيا. يعني تجعلنا أننا نخرج من المجتمع ونعيش كده في فقاعة هوائية، ها؟ في السحب اللي احنا بنتكلم فيها. بتنمو عندنا سياسة التبعية، معتمدين على ايه؟ عليها 100% الاعتماد عليها. تخرج منها آراء عجيبة جديدة وغريبة، وأشخاص احنا بنسميهم الرويبضات لم نكن نألفهم من قبل، عشان يصبحوا الآن هم قادة مجتمعيين ومصلحين دينيين. قادة مجتمعيين لم نعرف عنهم أي شيء من قبل، ومصلح ديني لا نعرف من أين أتى بهذا الدين الجديد. تظهر معانا لغات تواصل إلكترونية جديدة وحديثة بتؤثر على اللغات
الأديان السماوية المتعارف عليها، تغيير القيم والأخلاقيات والثقافات المتعارف عليها، وكذلك ارتفاع معدلات الجريمة والقرصنة التكنولوجية. دي كلها حاصلة أمامنا كأضرار، لكن ده مش معناه إن احنا ما بنؤمنش بالتكنولوجيا. احنا ضد من يستعمل التكنولوجيا لاستعمال الإجرامي، الاستعمال الذي يقسم الشعوب والمجتمعات، الاستعمال الذي يحدث الصراعات والنزاعات، الاستعمال الذي يبتز أموال الشعوب والمجتمعات. ده اللي احنا بنتكلم عنه. كيف لا نصبح عبيدا للتكنولوجيا؟ في كذا خطوة من الخطوات ممكن نتبعها، ودي تبقى زي ما بالنسبة لنا ايه جايد لاين. اول حاجة نقف استعمالها يوم او اسبوع او شهر في السنة. نتعود على اننا نعيش ساعة او ساعتين كل يوم بعيد عن اي ادوات تكنولوجية، خاصة اللي هم ادوات التواصل الاجتماعي. يكون لنا ساعة للتأمل، نشوف الدنيا اللي حوالينا دي فيها ايه، الشمس والقمر والنجوم والبحار والانهار والهواء والحيوانات والبشر شكلهم ايه. دول تأمل مش مجرد النظر اليها. العبادة بتاعتنا، التأمل العبادة، العبادة اليومية بتاعتنا، هل احنا بنعبد الله حق عبادتي ام لا؟ بعد كده هو يكون لنا حصة القراءة، قراءة تقليدية، ان انا عندي كتاب او موسوعة بتصفحها واقرا فيها التاريخ، اقرا فيها الادبيات، اقرا فيها ثقافات مختلفة، اقرا فيها كل شيء اللي هي الطريقة التقليدية في القراءة. وكذلك الكتابة، اعرف يعني كتير جدا من الشباب والاسف خريج جامعات لا يعرفون ان يتكلموا او يكتبوا اللغة العربية او يتكلموا ويكتبوا حتى اللغة الانجليزية، فطلعين لغة جديدة اسمها لغة مش عارف ايه وما تتقري وتعمل، اسوأ من اللغة الهيروغليفية. اللغة الهيروغليفية جت الحملة الفرنسية من حسناتها انها في حجر رشيد اكتشفت رموز ووصول اللغة الهيروغليفية. اما الولاد اللي طلعين دول لا بيعرفوا يتكلموا عربي ولا بيعرفوا للأسف يتكلموا انجليزي. من نكت الكثيرة اللي بعرفها هأوفر لها وهأوفر له. يعني ايه أوفر لها؟ تقعد عليها؟ يقول لك الأخ ده أوفر قوي. يعني أوفر رايح فين يعني؟ أوفر يعني فوق. أنت أوفرتني ليه؟ قاعد عليا يعني؟ حتى مش فاهمين اللغة. الخيبة خارجين من الجامعات ومعاهم دراسات وكذا وما يعرفوش لغة يكتبوها أو يقروها. إنك تجلس مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، مع أبنائك، مع اخواتك، ها، مع اصدقائك، تقعد معاهم كده تتكلم تتناقش زي بشر كل يوم مع الاهل والاولاد، ومره في الاسبوع مع الاقارب، بعد كده مع الاقارب والاصدقاء الى اخره. نحترم مواعيد النوم، يعني ما فيش حد يقعد قدام السوشيال ميديا لغايه الساعه 3 4 الصبح. ليه؟ عشان ايه؟ ايه اللي حاصل يعني؟ ايه الموضوع؟ له جهاد في سبيل الله، وله مرابطة، وله وظيفة، ولا أي شيء. يقعدوا يتكلموا كده مع بعض على اليوم، ولما بيضيع اليوم، اليوم ده جزء من الحياة. لما بيضيع الحياة بتبقى بنبقى أمام الله سبحانه وتعالى أيامنا فارغة. وربنا سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وطبعا الشيء الطبيعي في إننا نستيقظ بدري يعني عشان نبدأ حياتنا وعملنا ويومنا من أول النهار. نزور المقابر، ليه بنزور المقابر؟ عشان ده هو المكان الحتمي اللي كلنا هنزوره وهنعيش فيه، مش 50 سنة أو 60 سنة أو 100 سنة، قد نعيش فيه داخل هذا القبر آلاف السنين إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. ففي زيارة القبور، ها، فيها موعظة وفيها يعني نقاء للصدور تذكرنا بما فعلنا وما سنقول إليه.
إدارة الآثار والتفكر في كيفية صناعة. أما أروح أزور الآثار زي ما موجودة هنا في مصر ولا في الأردن ولا في أمريكا اللاتينية ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في العراق إلى آخره، أرى كيف صنع هؤلاء العظام من الشعوب والمجتمعات مثل هذه الحضارات الخالدة. وأنا دوري ألا أتحدث عنهم فقط، بل أكون قادرا على صناعة مثل هذه الحضارات مرة أخرى، وامتداد هذه الحضارات مرة أخرى. الحضارات دي نشوفها كيف صنع، كيف صنعها القدماء المصريين، كيف صنعها الفينيقيين والآشوريين والكسامين إلى آخره، في كل مكان، حضارة الإنكا، حضارات في الصين العظيمة، كل هذه الأشياء زيارتها. الأسواق التقليدية القديمة، سوق زي سوق التلات وسوق الجمعة وسوق السبت وسوق الحد وسوق الحمير وسوق البقر وسوق الغنم وسوق الغلة، كل هذه الأشياء، وسوق اللي هو المواد الإيه القديمة اللي إحنا بنعملها مستعملة كذلك، كل هذه أشوفها عشان ده جزء مهم جدا المجتمع لابد أن أتعامل معه. الرياضة مهمة جدا، وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرياضة يوميا نمشي أو نجري، أو نروح في رحلات خلوية، اللي عايز يروح غابة من الغابات، اللي عايز يروح جنينة من الجناين، اللي عايز هكذا، بتكون دورية. أما الرياضة ده لابد أن تكون كل يوم المشي أو الجري. السباحة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، يعني وجهنا الى تعلم السباحه وتعليم اولادنا السباحه. الاستحمام يوميا اذا تمكن الانسان في الاماكن اللي فيها سعه، لان في اماكن كثير جدا للاجئين وغيرهم لن يستطيعوا الاستحمام يوميا. ليه انا بقول استعمال المواصلات العامه؟ قد يكون عندي عربيه وبروح الشغل بالعربيه وبرجع من الشغل بالعربيه، فانا قاعد لوحدي بكلم نفسي. لكن لما اركب اتوبيس او مركب ميكروباص او مركب اي شيء، فبتعامل مع الناس، بستمع لبعض المشاكل، بشوف الشخص ده بيعمل ايه، يعني ايه، بحتك الاحتكاك نفسه بالناس ده بيثقل شخصيتي، فبيجعلني اتعلم اشياء لما اتعلمها من قبل. بعد كده الاعمال التطوعيه اللي هي اهم شيء في بناء المجتمع، واهم شيء في غرس روح الوطنيه في المجتمعات، وعدم الانعزال عن المجتمع، لان السوشيال ميديا والتكنولوجيا بتاخدني في غرفه مغلقه. انا عايز اخرج من الغرفه المغلقه دي واذهب الى ان اتطوع، اقعد مع الاطفال، اقعد مع اللاجئين، اقعد مع النازحين، اقعد مع الفقراء، اقعد مع المرضى، اقعد مع المشردين الى اخره، لكي أحاول أن أجد حلا لمشاكلهم، أو على الأقل أستشعر الحاجة الملحة التي يعانون منها. عمل تطوعي، أن يكون لنا هدف. ما ينفعش واحد عايش في الدنيا دي أبدا 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 من غير ما يكون له هدف. حتى الحمار ليه هدف في الدنيا، حتى الجاموسة والبقرة والكلب والقطة ليهم هدف ربنا حطه في قلبهم، وربنا سبحانه وتعالى جعل منا المستخلفين على الأرض، قال إني جاعلهم في الأرض خليفة. صح؟ خليفة يعني هو سيد الإيه؟ الخلائق اللي هم البشر نفسهم. ما ينفعش حد، أي حد كان مسلم أو غير مسلم أو وثني أو إلى آخره، إلا لما يكون له أو لها هدفا من أجله يعيش لإنماء الحياة. أن يكون لنا هدف نعيش من أجله، من أجله ونحاول تحقيقه. والاشتراك الأمر الثاني، أن نشترك في نقاشات حية ومؤثرة، يعني نخرج في وسط الناس ونتكلم معاهم، يبقى في نقاش، يبقى في أطروحات، يبقى في اختلاف وجهات نظر، مش انعزالية
وتقوقعيه وانطوائيه، ها، ثم بعد ذلك الانسان يخش في الكآبه والابتئاس. نقلل من ساعات مشاهده التلفزيون يوميا، ونستمع زي ما قلت في الاول لو كان في ترانيم واغاني كنسيه، لو كان في استماع للقران الكريم، لو كان استماع للمزيكا الهاديه للكلاسيك اللي هي السيمفونيات الى اخره. مين هم بقى اللي احنا اتكلمنا عنهم في الاول اللي بيتحكموا في التكنولوجيا دي؟ هل كلهم وحشين؟ هل كلهم اعداء ام الى اخره؟ اولهم، في منهم المخلص ومنهم ما دون ذلك. منهم المخلص ومنهم ما دون ذلك زي ما احنا شايفين في السؤال. اما المخلص فالمبدعون من الشباب من امثالكم. ناس مخام نور تستطيع ان تحدث تغيير مجتمعي ملموس ومؤثر وايجابي وانمائي. ها؟ المبدعون من الشباب اصحاب الافكار الجديده والطموحات التي ليس لها حدود. نمرة واحد. نمرة اثنين، المبدعون من العلماء والمؤسسات، في مؤسسات ها قائمة ها وفيها مبدعين كثيرين قائمين عليها. الشركات، رجالات الأعمال والشركات الربحية متخصصة، كل دي حاجات حلال. رجالات الأعمال والشركات الربحية متخصصة في هذا المجال. العصابات الإجرامية أيضا عندها القدرة على التحكم في مسار التكنولوجيا وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، عصابات الإجرامية، تنظيمات الصغيرة المتطرفة والإرهابيين. كل هؤلاء ها بيتحكموا في مفاصل التكنولوجيا اللي احنا بنشتغل من خلالها. رجالات وأجهزة أمن والاستخبارات والمراكز البحثية التابعة لها. كل جهاز أمني وجهاز استخباراتي عنده القدرة على التحكم في مصادر التكنولوجيا وفي مصادر التواصل الاجتماعي للحفاظ وحماية الأوطان من كل هذه الاختراقات. مؤسسات الإعلامية والتسويقية الرسمية، كل هؤلاء الناس هم اللي بيتحكموا في مسارات صناعة التكنولوجيا، وغيرهم طبعا لأن هذا ليس قرآن، وغيرهم إما سلبا أو إيجابا. بس لابد أن ندرك خريطة من هم المتحكمون في صناعة التكنولوجيا، التحكم في التكنولوجيا، توجيه التكنولوجيا ووسائلها. أنا سؤالي الكبير دلوقتي وقربنا نخلص، إذا لم نستطع صناعة التكنولوجيا فعلينا إعادة تدويرها بما يصلح بما يصلح المجتمعات والشعوب. يعني أنا إن كنت غير قادر على أنني أكون صانع للتكنولوجيا فعلي أن أدور هذه التكنولوجيا بما يصلح المجتمعات والشعوب، يعني ريسايكلينج، تكنولوجي ريسايكلينج. يعني إيه ندور؟ منظومة التدوير، يعني إيه؟ هدف منظومة التدوير دي إنها تحمي المناخ المجتمعي الثقافي والقيمي والأخلاقي الذي بدوره يحمي المواطن من كل دخيل وغريب وفاسد. يعني منظومة التدوير لها هدفين، الهدف الأول تحميني أنا كمواطن من الخارج، وتحميني أنا كمواطن من الداخل. فمن الخارج بتجعل حولي مناخ ثقافي، قيمي، أخلاقي، مجتمعي يحميني من الغريب والمستهجن والدخيل والفاسد. ومن الداخل بتقوي المناعة بتاعتي أنا كمواطن. تقوية المناعة المجتمعية للمجتمع من الداخل من خلال بناء أنسجتها الداخلية القائمة على أسس أخلاقيات وثقافات وقيم وعقائد المجتمعات. يعني منظومة التدوير دي من الخارج هتعمل مناخ حولي لكي تحمي المجتمع، ومن الداخل هتقوي العقد المجتمعية من خلال بناء الأنسجة القائمة على أسس وأخلاقيات وثقافات وقيم وعقائد المجتمعات. كيف نعيد تدوير التكنولوجيا مرة ثانية؟ لابد علينا أن احنا نعلم أصولها للمجتمعات، خاصة المجتمعات الفقيرة والمهمشة. ما
ونجعلها مادة أساسية في التدريس. يعني احنا قلنا قبل كده إن التطوع لابد أن يكون مادة أساسية في التدريس. وبنشكر بعض الدول العربية، ده حديثا أمير الكويت سمح بأن هو تصبح مادة التطوع جزء من المنهج الدراسي. قبل كده حكومة قطر عملت الموضوع قبل كده إلى اللي هم عايزين يعملوا. وطبعا هنا الموضوع التطوع في الغرب ده معروف من الدين بالضرورة. المعلومة إيه؟ كان معلوم من الدين بالضرورة من ابتدائي لإعدادي الثانوي الجامعة اللي فيما بعد. فإحنا تعليم التكنولوجيا ووصولها للمجتمعات الفقيرة تصبح مادة أساسية في المدارس لأهميتها. هنا مهم جدا ضع وضع ضوابط وأخلاقيات لاستخدام التكنولوجيا. حتى الإعلام اللي موجود عندنا مالوش نقابة تدافع عن أخلاقياته. فكل ما كذب الكاذبون ونافق المنافقون ودلس المدلسون لا يحاسبهم أحد على الإطلاق. يعني مفيش نقابات، مفيش ضوابط، مفيش أخلاقيات. تشجيع الشباب على التخصص في صناعة التكنولوجيا. تخصص في صناعة التكنولوجيا. وجعلها أصلا من أصول الحياة المجتمعية، أصبحت محور حياتي دلوقتي. محور، أصبحت محور مجتمعي في مفاصل تتشابك في كل مفاصل الحياة. أن نبني شبكات ومنتديات تدافع عن مجتمعاتها من خلال بناء منظومة التطوير. إن لم نستطع أن نصنع التكنولوجيا فعلينا إعادة تدويرها والاستفادة منها من كافة أبناء المجتمع. يبقى أختم وأقول نحن نؤمن بالتقدم العلمي، نؤمن بصناعة التكنولوجيا، نؤمن بصناعة التواصل الاجتماعي، لكن لا نؤمن بأن نصبح عبيدا لمثل هذه الآليات يتحكم فينا من لا نعرفهم من الأبواب الخلفية للمجتمعات والدول إلى آخره، فيحدث الانقسامات المجتمعية والصراعات والنزاعات بين الدول والشعوب والمجتمعات. شكرا. وغدا إن شاء الله ستقام هذه إعادة هذه الحلقة باللغة الإنجليزية الساعة 6:00 tomorrow إن شاء الله. We'll talk about this technology and social media at 6:00 UK time, 9:00 Mecca time in English language. See you tomorrow إن شاء الله.